مشاهدينا، بس خلينا نحكي شوي عن الحرب الروسيه الاوكرانيه، مع انه عم نضحك ونتسلى، بس الحرب الروسيه الاوكرانيه اللي هي حرب عن جد بتزعل بقلب اوروبا، مثل كل الحروب، كل الحروب بتزعل. بس بضل في جانب طريف بدنا نحكي عنه، بلش تغني نحكي عن الحرب الروسيه الاوكرانيه. الحرب الروسيه الاوكرانيه اول موضوع بحلقه الليله عقوبات على الشعب الروسي، يمين شمال عقوبات على روسيا، فوتبول ما فوتبول، الرياضه ما رياضه، كله سويفت ما سويفت، ظهروا من نظام سويفت، من القطاع المصرفي، من نظام الاقتصاد العالمي، منظمه التجاره العالميه، شو ما بدك طلعون وطرقون عقوبه للشعب الروسي سعيده. انا هاي كرهتها، ما حبيتها. شو عملنا؟ الموقع الاباحي الشهير بورن هاب يعني يمنع الروس من تصفحه، علم اوكرانيا يظهر على الساجه في حال تم الدخول اليه من روسيا. إذا بتفوت بالروسية بيطلع لك علم أوكرانيا، يعني بكون أنت بدي بروح عساس موسكو بيت تتفاجأ ولو أنت بتكون موسكو بإيدك تتفاجأ بيطلع لك، لا بتكون موسكو بإيدك وحاطط براسك تكيف، حاطط براسك تكيف، حاطط براسك تكيف يا هويتي موسكو بإيدك. ماما هول اخ قويه كثير مان، بس اذا ما بدنا لانه هلا اذا ما بدكم تفوتوا على بورن هاب فيكم تفوتوا على الشيف انطوان، لانه جماعة الماضي ما بعرف شو اخذوا. ايه اوف شامبينيون، ما بعرف ايش اخذوا على السكس للشامبينيون. وفطر طازه او معلب؟ شو صار شايف الطازه ارخص؟ ارخص مشان هيك ارخص، ما حدا بيشتري بل واقف على الرف مش نادي موقف. اما العلب قصدك؟ ايه طازه إيه. العلب قلت له العلب قصدك، بضل واقف على الرف عم تعمل له سانسور، عم تعمل له سانسور العلب. هو قال بضل واقف على الرف مش نايم، قلت له ايه العلب، العلب انه مش الـ مش الـ مش الشامبينيونه، لا مش الشامبينيونه، العلبه تبع الشامبينيونه. مش ان هيك من ورا البورن هاب، مش ان هيك تفهم انت اليوم رساله آلان درغام. سمعت على رساله آلان درغام من اوكرانيا؟ لا من وراء من وراء هذه القصة لك كثير كان عم يشكي من قسوة الأزايف. شو؟ القصف الأزايف. الأزايف. القصف. قصف إيه مش ال... لا هو كان شيء ثاني. ولكن هذا مستحيل بسبب قسوة القذف، معنويات دائما عالية عند الأطفال وبراءة الأطفال هي. لا لا بيرف هيدا من أكثر الفيديوهات قسوة القذف اللي سمعها بحياتي. قذف؟ إيه قسوة القذف. بكون بوتين موسكو بإيده نازل قذف، نازل منوي نووي نووي شغل طلب من قوات الردع المنوي طلع جاهزة كله. هلا بصير في اتفاق منوي بين من اللبناني بحشر، خلينا نقول اللبناني محشر حاله بحرب الروسية الأوكرانية. عم نقول لك نحن عم نجرب انه نعملها من طريق المزح، مع انه هي حرب دمار وفيها اكيد بدنا ناخذ طرف يعني ما فينا ايه؟ بدنا ناخذ طرف يعني ما فينا نستنكرها، بس انه اكثر شيء ما ناخذ ما خصنا يعني بصراحه. انا من جوا عندي راي معين، بس انه مش ضروري انه انا اكون يعني انه اعمل حالي انه انا الفهيم بخبايا محلل استراتيجي بالواقع الاستراتيجي الاوكراني الروسي. كل اللبنانيه بلخ وبراء، كل لبناني عنده راي. هلا الاوكرانيات حلوين والروسيات حلوين، هلا حرشتني هيك شو بدي اعمل هسه؟ انا ما ولي جملات حرشتني هسه كمان ولي جمله طوف كذا مخطط كبير اوكي حتى يجوا يستغلونا نحلي عنا روسيا لحتى ترضع شوي الجانب الثاني اذا بدك تعطيني هيك يعني خوف او شيء خافوا منه. الروس والاوكران هني واحد وهيدا متفق عليها انه الروس بيرجع بفوت على اوكرانيا كرمال توسع السوفييت. روسيا لا هيك حبها لاوكرانيا سياسيا عندك شيء سبب لا 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 ما عندي شيء عادي. روسيا واوكرانيا حبها لاوكرانيا بعدين انتبه هيدي متفق عليها ايه. بيرحلوا كم قتيل وهيك وبيهدموا اوروبا كلها بس متفق عليها ليرجع التوسع السوفيتي. اوكرانيا ليه بدها التوسع السوفيتي ما فهمت كيف اوكرانيا اوكرانيا بتتوسع كيف اوكرانيا عبالها تتفق مع روسيا على التوسع السوفيتي بس فسر لي بس ما بيقدروا ابو جيك ما بيقدروا حيلا لك حيلا واحد لبناني بكون اخذ سبوتنيك ف بكون اخذ برافو عليك هو محلل انه اذا اخذ سبوتنيك انه صار محلل بيقدر يحلل الوضع الروسي الاوكراني انه انا لان انت شو خصك بروسيا والله اخذ سبوتنيك انا سبوتنيك طعم انت شو اخي بدمي بدمي إيه؟ بدمي الروس سبوتنيك انا
شي بروس شي بلاروس انا يعني فهمت شو قصدي انه كثير بتقولوا مثل الروسيات اثنين بتخانقوا مثل بيقولوا مثل الروسيات يعني شو اسمه فاللبناني مان شو ما بيصير شو ما بيصير بياخذك للتاريخ بحب التاريخ لتحضر كل برامج الـ LBCI زور موقعنا على www.lbcgroup.tv